إننا لا نعرف دائما ماذا تريد الحيوانات الأليفة أن تخبرنا على وجه التحديد، ماذا تعني لنا العين المغمضة أو الأذن المنكسة. لذلك اليوم سوف أقدم لكم في هذا الفيديو 12 سرا عن الكلاب. رقم 1. الأذن. إذا كانت أذن الكلب منكسة للأسفل فهذا يعني أن الكلب يشعر بالخوف. أحياناً يقوم الكلب بتنكيس أذن واحدة ويترك الأذن الأخرى مرفوعة، وهذا يدل على أنه في حالة دفاع عن النفس. وتفعل الكلاب هذه الحركة كثيراً عندما يكون بجوارها شخص غريب لا تعرفه. إذا كانت أذن الكلب مرفوعة لأعلى أو مائلة قليلاً للأمام فهذا يعني أنه يشعر بالفضول تجاه شيء معين أو أن روحه المعنوية مرتفعة. قم بالضغط على زر الإعجاب إذا كان لديك كلب أو ترغب في شراء كلب. الذيل. إذا كان ذيل الكلب مرتخياً للأسفل ويقوم بتحريكه بسرعة فهذا يعني أنه يعتبرك أنت السيد هنا. أما إذا كان الكلب يشعر بأنه هو السيد فسوف يقوم برفع ذيله للأعلى. إذا كان الكلب يخفي ذيله خلف مؤخرته فهذا دليل على أن الكلب يشعر بالخوف أو الألم. لذلك إذا كان كلبك يفعل ذلك بشكل مستمر يجب عليك عرضه على طبيب بيطري. وضعية الجسد. إذا قام الكلب برفع إحدى قدميه الأماميتين فهذا يعني أنه يريد أن يطلب منك شيئا، ربما يكون جائعا أو يرغب في اللعب. أما إذا فعلت كلاب الصيد ذلك فهذا يعني أنها رأت شيئا أثار فضولها. إذا أدار لك الكلب ظهره فهذا لا يعني بالمرة أنه متضايق منك أو يحاول تجاهلك، فعلى العكس هذه الحركة تدل على ثقته الكاملة فيك. عندما يضع الكلب قدميه الأماميتين على ركبتيه فهذا يعني أنه يحاول إخبارك أنه هو السيد هنا، وينصح مدرب الكلاب في هذه الحالة بأن تقوم بالنظر مباشرة في عينيه وإزاحة قدميه عنك لكي توضح له أنك أنت السيد هنا. التثاؤب. عندما يتثاءب الإنسان فهذا يعني أنه يرغب في النوم، لكن إذا فعل الكلب ذلك فهذا دليل على أن الكلب متوتر أو يشعر بالضجر. هذه الحركة كثيرا ما يفعلها الجرو الصغير عندما يجد نفسه وسط مجموعة من الكلاب الكبيرة التي لا يعرفها. عندما يبرز الكلب أسنانه ويبدو على ملامحه أنه متضجر فهذا يعني أنه يحاول حماية المكان المتواجد فيه. إذا قام الكلب بإغماض عينيه بهذا الشكل فهذه إشارة إلى أنه مستعد للعب، لكن إذا كان كلبك يفعل ذلك بشكل مستمر فهذا يمكن أن يكون دليلا على أنه يعاني من الحساسية أو من أي مرض آخر، لذلك قم بعرضه على الطبيب البيطري. شكرا لكم على متابعة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.